جمعيه الخضوب استضافت جمعيه وهران وهي تبحث عن النتيجه ايجابيه لوضع حد لسلسله النتائج السلبيه. الزوار كانوا السباقين للهجوم واول محاوله كانت مخالفه بالح، هذا قبل ان يتمكن اللاعب الزيايا من فتح باب التهديف، وحدث ذلك في الدقيقة 21. هدف لصالح جمعية وهران مع بداية هذا الشوط. المحليون في الدقيقة 30 تمكنوا من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب عليوان. هدف لهدف كانت نتيجة الشوط الأول. المرحلة الثانية دخلها بناء الخروب بقوة وسيطروا على مجرية اللعب وهددوا مرمى دحمان في أكثر من محاولة. عامل السرعة وعدم التركيز حال دون دخول الكرة الشباك. بالح من جانب الجمعية في هذا الهجوم المعكس، لكن الكرة تنتهي بين أحضان الحارس بن مندور. نلعب الدقيقة 79 وعلى إثر هذا الخطأ من الحارس بن دحمان الحكم ميال يخرج البطاقة الحمراء في وجهه أمام احتجاج عناصر جمعية وهران. وهذه الإعادة لهذا الخطأ. دخول الحارس البديل هنان، المخالفة يحولها اللاعب البديل ضيف إبراهيم إلى هدف ثاني لصالح جمعية الخروب في الدقيقة 84. وهدف الفوز الذي أسعد كثيرا أنصار وعناصر الجمعية الذين وضعوا حد لسلسلة النتائج السلبية.